هو يوم القدس العالمي من العاصمة بغداد التي اختارت أن تحييه من شارع فلسطين فيها. هكذا أحيت فصائل المقاومة العراقية ببيئتها ومقاتليها وبشيوخ عشائرها يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان في يوم القدس العالمي. المشاركون أكدوا أنها ليست فقط ذكرى وأنه ليس مجرد أحياء لها، هي وحدة مصير تجمع العراقيين بالفلسطينيين، وهي ردود سياسية على صفقة القرن يطلقها المقاتلون هنا عبر رفضها. قضية فلسطين وبالتالي لا وجود لإسرائيل، وهنالك إصرار واضح لدى فصائل المقاومة سواء كان في العراق وفي المنطقة على أن البوصلة هي فلسطين، ويجب الذهاب باتجاه تحرير الأراضي الفلسطينية من الغاصب الكاسيوني. دأب العراقيون على إحياء الذكرى، إحياء تتصاعد معه المشاركة والقناعة وتتسع معه الرسائل السياسية. لم يكتف العراق بموقفه الذي أطلقه قبل ساعات من يوم القدس العالمي الذي جاء عبر الرئيس برهم صالح خلال قمة مكة. الرجل الذي جدد الموقف من قضية فلسطين كانت رسالته واضحة للحشد الذي أريد لطهران. اكتملت الصورة هنا في شوارع بغداد، لا صفقة حول فلسطين يمكن أن تمر. العراق اليوم، بغداد والمحافظات الأخرى خرجت لتؤيد يوم القدس العالمي تعبيرا عن إرادة الشعب العراقي الداعم لشعوب المنطقة المظلومة والرافضة لسياسة ترامب الذي يحاول أن يضم القدس الشريف إلى إسرائيل. يدرك العراقيون أن إسرائيل لم تحترم لا مبادرات السلام ولا خرائط الطريق ولم تصغي لصناعها، فأيقنوا أن لا سبيل لاستعادة الأرض واسترجاع الحق إلا بالمقاومة والرهان عليها. يؤكد العراقيون الملتزمون بيوم القدس العالمي أنهم سند لإخوانهم في فلسطين وفي حقهم بالعودة، حق ياب الخمول ولا يسقط بالتقادم. عبد الله بدران، بغداد، الميادين.